أترككم مع لقطة اليوم من أمريكا الجنوبية، حيث فاز فريق كورنتيانس على فريق كوبريسال بهدف لا شيء في بطولة كوبا ليبرتادوريس الليلة الماضية. ما ميز المباراة هو أنه بعد 19 دقيقة من بداية المباراة توقف اللعب لمدة 15 دقيقة بعد أن توقفت الأنوار الكاشفة عن العمل. ماشي عندنا بوحدنا كي تقطع الضو. فعلا وقعت حتى في اسبانيا بالنسبه لريال مدريد، وتوقفت المباراه وتستأنفات في يوم اخر، تستأنف في الشوط الثاني. اذا بهذا اذا نصل مشاهدينا الى نهايه عدد اليوم من برنامج ملاعب. شكرا لك امين على حضورك معنا. شكرا بسام.